أعتقد أن التفسير هو منوط في صاحب هذه الفكرة أو هذا الاتجاه. وبكل تأكيد عادة أو دائما في هذه المشاريع يختلط فيها أصحاب أو صاحب الأجندة والرؤية وصاحب الانطباع أو التعامل العاطفي مع الأمور. بكل تأكيد أن الأوضاع العامة الاقتصادية والمعيشية لا تسر الناظرين والمتابعين والليبيين جميعا، وبالتالي هناك يتم استغلال هذه الحالات وهذه الظروف من قبل البعض لتنفيذ رؤية خاصة أو مشروع خاص أو تصور خاص. وبالتالي أنا أعتقد أن تختلط النوايا ما بين هؤلاء النواب، ما بين صاحب فكر وتوجه خاص لأجندة خاصة، وبين متعاطف وإلى آخر ذلك.